نلتقي اليوم في إطار الاحتفاء بإصدار كتابنا تارودانت كما عشتها، أوراق الزمن الجميل. هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الجسور ومكتبة سرتي بمناسبة ليالي رمضان في مدينة تارودانت. الكتاب صدر قبل أيام في ما يفوق 300 صفحة، وهو كتاب توثيقي بالدرجة الأولى لما يفوق ربع قرن من المرحلة التي عشتها في تارودانت. قد حاولت أن أوثق فيه لجوانب مختلفة من حياتي في هذه المدينة، في الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، الجانب الإعلامي، الجانب التربوي. وقد حضر هذا الاحتفاء مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمهتمين والإعلاميين، وكان لقاء حميميا قدمه الأستاذ منير المنيري، و تمت مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بهذا الكتاب، وذكرتنا بالأجواء الجميلة التي عشناها في هذه المدينة مدة من الزمن. فشكرا لكل الحاضرين ولكل المتفاعلين، وشكرا سي سعيد الرياق على الحضور الدائم والمواكبة الجميلة والجيدة.